إلى أين تمضي باليمن سنوات الجريمة وفداحة الخسارة منذ الانقلاب والاجتياح؟ وكيف يستوعب اليمني المغدور كل تلك الصعاب؟ ألا دولة ولا رواتب ولا حياة؟ وماذا عن الذين يحصون سنوات الانقلاب بأصابعهم؟ الأجيال التي أنهكتها الحرب. أهلا بكم. تهون كل الخسارات إلا خسارة الأوطان حينما يتم إسقاط الدولة عنوة بقوة السلاح، وحينما يحدث الانقلاب ويستوطن الإحلال. إحلال الجماعة بديلا عن الدولة، وإحلال السلالة بديلا عن الشعب، وإحلال المشرف بديلا عن القانون. في اليمن دولة أصبحت أنقاضا، ومدن استوطنها الخراب، ومنازل باتت جروحها مفتوحة بين مخفيين قسرا، وجرحى معاقين، وجثامين عادت إلى المنازل ليلقي عليها الأهل النظرة الأخيرة. منذ الانقلاب ليس سهما واحدا أصاب اليمن، فمن لم يمت برصاص الميليشيا وقذائفها مات بقنابل مقاتلات التحالف، ولا بواكي للبلاد التي سميت بأرض الجنتين وباتت بين جحيمين، جحيم في صنعاء وآخر في عدن. من يروي عن اليمن آلامها وأرقامها وأسقامها؟ آلام إنسانها كثيرة، وأرقام اقتصادها يحكيه وضع العملة الوطنية التي تنهار بلا توقف في انتظار مهدئات الودائع النقدية، وأسقام شعبها أقلها أن الملايين أصبحوا في حافة المجاعة. شعبنا يزداد وعياً. ماذا خسر اليمنيون منذ الانقلاب؟ لم يجد أبناء هذا البلد الجريح فرصة لإحصاء ما خسروه وحصر ضحايا 4 سنوات من الحرب. تدمرت مدن عدة، ولا يزال الدمار شاهدا على أسوأ عهد مر به المواطنون، عهد الميليشيا الذي تشكل منذ 21 سبتمبر 2014، اليوم الذي أنجز فيه الانقلاب على الدولة. ارتدت الميليشيا زي الجيش الجمهوري وانتشرت في شوارع صنعاء وأحيائها، باستثناء بعض القيادات العسكرية التي وقفت أمام الحوثيين ليلة الاجتياح، فقد أعلن الجيش حياده التام وأن المعركة لا تعنيه. سقطت العاصمة وسلمت المؤسسات، ونهب عتاد الجيش بطواطئ المخلوع ورجاله، وانتشرت آلة القتل والدمار الحوثي في عموم البلاد. 4 سنوات حرب سقط فيها آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى، وتشرد قرابة 4 ملايين من مساكنهم، فيما بات قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، يتناهشهم الجوع والأوبئة وغياب الخدمات. خسر مئات الآلاف من الطلاب فرص التعليم، وتعطلت المنشآت الصحية، وفقد ملايين اليمنيين وظائفهم. حضرت الميليشيا فغابت الدولة، وبغيابها فتح باب الانتهاكات ضد المدنيين، وانهارت المؤسسات وتدهورت العملة وسط انهيار اقتصادي مخيف. في الوقت الذي أثرت فيه قيادات الميليشيا ثراء فاحشا من النهب المنظم لموارد الدولة، كانت هناك آلاف الأسر لا تجد ما تأكله، وبدأت البلاد تشهد كارثة لا يتوقعها العالم، الموت جوعا. الضالع عدن وتعز والحديدة والبيضاء، مدن استقبلت أطنانا من الصواريخ والمقذوفات النارية، تحولت إلى كتل من الركام والضحايا. لقد خاض الحوثيون حربا انتقامية غير قابلة للانتصار. تدمرت المؤسسات العسكرية والأمنية، وتحول الجيش إلى ميليشيا مقاتلة في صفوف الحوثي. كان صالح قد وهب الجيش وعتاد الدولة كله للميليشيا القادمة من صعدة. هذه رحل وإلى غير رجعة. نحيي أولئك الشهداء الأبرار الذي أجبروا هادي على الرحيل في 21 سبتمبر. خسر صالح بشراكته مع الحوثي، وحين أدرك ذلك خرج إلى العلن ليؤكد أن الحوثيين مجرد عصابات لا بد من القضاء عليها. كان الوقت قد فات عليه وعلى البلاد أيضا. سقط صالح وتمزق حزبه وتشتت أنصاره، وهتف الحوثيون أسقطنا الطاغية. لكن أتباع المخلوع لا يزالون يلعبون اليوم أدوارا مهمة في معسكر الميليشيا، خصوصا المعسكر السياسي. ما تركته الحرب على النسيج الاجتماعي كان مدمرا، فقد استغل الحوثيون سلطتهم الوحشية وغياب الرقابة المجتمعية، وبدأ مشروع تطييف المجتمع وتمزيق النسيج الاجتماعي. ستنتهي الحرب حتما، وسيكون بوسع اليمنيين الالتفات لإحصاء خسائرهم فيها. إذن المشاهدين الكرام، بداية سيكون معنا عبر سكايب دكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي من لندن. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور والعافية.
نعم دكتور، لو تحدثنا على صعيد الهوية اليمنية والنظام الجمهوري أيضا، أين تركزت خسارة اليمن منذ الانقلاب؟ طبعا يعني كما أشار التقرير، لا أعتقد أنه يمكن خسائر إحصاء الخسائر سواء كان على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى النفسي أو على المستوى الثقافي والحضاري والتاريخي لليمنيين. اليمنيون يكادون يكونون خسروا ما أنجزوه بعد ثورة سبتمبر الخالدة 62 حتى هذه اللحظة. اليوم الملكيون الإماميون الذين ثار عليهم ثوار سبتمبر من أجل الجمهورية والعدالة والمساواة والإخاء والتطور والتحديث، هؤلاء الإماميون اليوم قضوا على الجمهورية باسم الجمهورية نفسها تماما، كما دخلوا صنعاء باسم تطبيق مخرجات الحوار الوطني وقضوا على مخرجات الحوار الوطني باسم هذه المخرجات. وكذلك يعني في كثير من شعاراتهم المفروغة من أو الفارغة من محتواها ظلوا يتقدمون خطوة فخطوة بشعارات جوفاء أثقلت اليمنيين الكثير، ليس على مستوى المعمار المادي. المعمار المادي يمكن أن يعاد، يمكن لليمن أن يبنيها أبناؤها. المشكلة في خراب الإنسان، الخراب الذي حصل على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي، تطييف المجتمع، الدعوة إلى أيديولوجيات محددة ليست من النسيج الاجتماعي اليمني وليست من الحصيلة والتراكم الفكري الثقافي والحضاري لليمنيين. كذلك تفتيت الوحدة الوطنية. اليوم ما يجري في عدن وكثير من مدن الجنوب هو يعني إشعال صب المزيد من الزيت على النار، وذلك بفعل الصدمة التي أحدثها الحوثيون عندما نزلوا على أساس طائفي إلى عدن واستهدفوا مكونات المجتمع الأخرى. الحوثيون في تصوري هم جريمة العصر بالنسبة لليمن، وهم نكبة اليمن، وهم كارثة هذه اللحظة الراهنة في اليمن بما اجترحوه في حقها من دمار مادي وروحي وفكري وعاطفي ونفسي إلى غير ذلك. نعم، أيضا دكتور، يعني لو تحدثنا عن مستقبل اليمن السياسي، الانقلاب على مخرجات الحوار، يعني ماذا عن ذلك كله؟ طبعا المفارقة العجيبة أن الحوثيين عندما دخلوا صنعاء دخلوها باسم تطبيق مخرجات الحوار الوطني، وهذه من طبعا هو تاريخهم كله كذب، لكن هذه من الكذبات الكبيرة التي المضحكة، أنهم دخلوا من أجل تطبيق مخرجات الحوار الوطني في الوقت الذي الحوار الوطني مؤسس أصلا على المبادرة الخليجية، والمبادرة الخليجية هم لا يعترفون بها، هم يرون أنها مبادرة للسعودية أو لدول الخليج أرادت أن تفرض بها الوصاية على اليمن، لكنهم قالوا بأنهم يؤمنون بمخرجات الحوار الوطني ودخلوا صنعاء من أجل تطبيق هذه المخرجات. يعني كثير من التناقضات التي حصلت عندما استقال رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بعد أن وضع تحت الإقامة الجبرية، قدموه المحاكمة غيابيا على أساس أو حضوريا كان لا يزال في صنعاء على أساس الخيانة العظمى، ثم لما تمكن الإفلات من بين أيديهم في صنعاء ذهب إلى عدن وعاد عن استقالته التي أصلا لم تقبل من مجلس النواب، اتهموه كذلك بالخيانة العظمى لأنه رجع عن استقالته. وهكذا كثير من التناقضات. الحوثيون هم الذين منعوا استقالة الرئيس اليمني في صنعاء عندما منعوا مجلس النواب في حينه من الانعقاد لقبول هذه الاستقالة، وعادوا يريدون وهكذا، يعني تارة يريدونه أن يظل رئيسا لأنهم أرادوه أن يظل مشروعيتهم ليتمددوا من خلاله، ولما نفذ من بين أيديهم أرادوا أن لا يرجع عن استقالته لأنه سيصبح رئيسا لليمن وبالتالي ستكون مشروعيتهم في مهب الريح. لكن بالمجمل هذه الجماعة هي عقل سياسي صغير وإن كانت جسما ميليشاويا مترهلا وكبيرا، وهذه هي مأساتنا ومشكلتنا معها، أنها لا تفكر سياسيا وأنها لا تنظر للمستقبل وأنها لا تنظر إلا إلى فوهات البندقية. ولذلك كثير من الناس يقولون الحوثيون نجحوا في الحرب أو نجحوا في الأمن، هذا جانب من الحياة. الحياة والدولة ليست الأمن وليست الحرب. أين المستشفى؟ أين المدرسة؟ أين الطريق؟ أين المياه الصحية؟ أين المواد الغذائية المتوفرة؟ أين الطبابة وما إلى ذلك؟ هذه كلها مسؤوليات الدولة. أما أن تكون ناجحاً وهذه عليها علامة استفهام كبيرة لأنهم لم ينجحوا في الحرب، لكن دعينا نقول أنهم نجحوا في الحرب. ماذا عن مجالات الحياة الأخرى؟
اليمنيون لا يريدون حربا، اليمنيون يريدون الحياة، يريدون المدرسة والمستشفى كما قلت والطبابة وما إلى ذلك. الحوثيون فاشلون في ذلك، وهم فاشلون في الحرب أصلا، والذي بعث والذي جعلهم يمتدون أو يستمرون إلى هذه اللحظة التاريخية هو أنهم هناك أخطاء كثيرة ارتكبت أثناء هذه الحرب هي التي من خلالها يستمدون بقائهم. نعم، إذا فيما يتعلق بحالة الانقسام دكتور محمد في النسيج الاجتماعي وفرز خصوصا يعني خطاب الانقلاب المناطقي والجهوي الذي كانت أثاره وإعادة الحديث أيضا عن الولاية وعاشوراء، يعني كل ذلك كيف يمكن الحديث عنها؟ طبعا الشعار الحوثي قسم الولاية الأخير الذي يتحدثون به يقول نصا: اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى إمام علي، وهذه نتفق معهم فيها، ونتولى من أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي. اللهم إنا نعادي من يعاديك ونعادي من يعادي رسولك ونعادي من يعادي الإمام علي ونعادي من يعادي من أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي. هنا السؤال البسيط لأي يمني، يعني لأي مسلم كائنا من كان، يعني أين النص من كتاب الله أو من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأمر بتولي عبد الملك بدر الدين الحوثي؟ هذه كذبة، ينبغي أن نقول للناس أن هذا كذب واضح ومفضوح. لم يأمر الله بتولي عبد الملك الحوثي، هذا افتراء على الله. هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه قد يقول قائل هذا شعار لهذه الجماعة وهي حرة. نقول نعم هي حرة، تعتقد ما تشاء وتوالي من تشاء، لكن عندما يكون هذا الشعار مرددا في المدارس، مرددا في المعسكرات، في أقسام الشرطة، في طابور الصباح، مرددا في الساحات العامة، مرددا في الوزارات وفي المؤسسات الحكومية، فهذا يعني أن هذا الشعار خرج من كونه شعارا لجماعة محدودة أو حتى لحزب سياسي مع أنهم ليسوا حزبا سياسيا، إلى شعار تستخدم مؤسسة الدولة وإمكاناتها المادية والإعلامية في نشر هذا الشعار. وهذا هو الخلاف مع الحوثيين. أما أن يعتقدوا فلهم أن يعتقدوا ما يشاءون. الحوثيون للأسف الشديد يتحدثون عن الأخوة وهم ضد هذه الأخوة، يتحدثون عن عدم تطييف المجتمع وهم الذين مارسوا الحرب على أساس طائفي، هم اليوم ينفذون كل المشاريع المطلوبة منهم من قبل النقيض الطائفي في إيران، هم اليوم عندما يزعمون بالأخوة الإسلامية أو الأخوة اليمنية أو العربية إنما يريدون من ذلك نوعا من التكتيك من أجل أن يعود الجميع إلى مظلتهم. وإلا فأين كانت هذه الأخوة عندما كانت ميليشياتهم تأتي من صعدة إلى دماج إلى حاشد إلى عمران إلى صنعاء إلى دمار وإب والبيضاء ونزلت إلى تعز والحديدة؟ لم يكونوا يتحدثون عن الأخوة. اليوم يتحدثون عن ضرورة الأخوة لأنهم بدأوا يحسون وطأة الحرب عليهم ويريدون أن يعود الناس إلى أخوتهم، نوع من التكتيك وليس نوعا من الاستراتيجية الواضحة التي يؤمنون بها عقيدة راسخة. الحوثيون أصلا لا يعتقدون بأنهم جزء من هذا النسيج، ولذلك أنا في تصوري أنهم سيظلون يقاتلون لأنهم لن يخسروا شيئا، حتى لو خسر اليمن، حتى لو خسر الشعب، حتى لو تحولت الأرض إلى رماد، هم لا يخسرون شيئا لأنهم لا يرون بأنهم جزء من هذه الأرض ومن هذا التاريخ ومن هذا النسيج. هم قادمون من نسيج آخر، من تاريخ آخر، من ثقافة أخرى. هذا ملموس، هذا ليس افتراء عليهم، هذا ملموس في خطابهم، ملموس في خطبهم، ملموس في شعاراتهم، في أدبياتهم، ملموس في كل ما يطرحون. نعم، إذن دكتور محمد اسمح لنا أن نذهب لهذا الفاصل القصير ونستضيف بعده لينضم إلى حوارنا الصحفي كمال حيدرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب أيضا بضيف الذي انضم معنا بعد الفاصل الصحفي كمال حيدر. مساء الخير أستاذ كمال. مساء الخير، أهلا بك أستاذ كمال. ونحن نتحدث عن خسارة اليمنيين منذ الانقلاب، تحدث معنا الدكتور محمد عن العديد من النقاط، وأود أن أسمع منك أيضا يعني عن أبرز العناوين التي تجدها هي أبرز ما خسره اليمنيون منذ الانقلاب. لا أدري إن كان الدكتور محمد قد عرج عليها أم لا، لكن فكرة الدولة كان لدينا شبه دولة لديها الكثير من الإخفاقات والفشل، لكن كانت تمضي حياة الناس بالحد الأدنى من يعني كانت تمضي بشكل أو بآخر. ما لدينا الآن هو عبارة عن سلطة
سلطات عصابة تمارس القهر والجبر على حياة الناس، لا تقدم لهم الخدمات ولا تقدم لهم ولا تسير مؤسسات الدولة بالطريقة المثلى التي يجب أن تسير عليها أي سلطة في العالم. فقد اليمنيون دولتهم وأصبحت حياتهم بشكل أكثر مأساوي مما كان. أيضا فيما لو جرينا نمضي فيما يتعلق بالخسارات المباشرة، مثلا الحرب، آلاف القتلى والجرحى بلا سبب وبلا أي معنى. يعني حرب فرضت على اليمنيين بشكل عبثي لمجرد أن يأتي شخص من تاريخ سحيق ليقول لنا أنه كان هناك شخص ما سرقت عليه سلطة أو حق إلهي في الولاية على اليمين، وقد في الولاية على العالم العربي والإسلامي، وقد حانت لحظة استعادة تلك السلطة. شيء عبثي لا يمكن تخيله. مات بسبب هذا الكثير والآلاف وجرح الآلاف، والإعاقات التي تسببت بها هذه الحرب ستظل يعني شاهد مؤلم على ما جرى لليمنيين خلال هذه الحقبة البشعة والسوداء. هناك خسارة أخرى، خسارة النموذج. كنا ماضين في سلسلة خطوات سياسية يعني تباطأت نوعا ما منذ 2011 نتيجة لبعض الاجتزاءات التي حصلت لأهداف الثور، لكنها كانت تمضي باتجاه خلق نموذج جيد لإدارة السلطة والدولة. خسرنا هذا النموذج. الآن مثلا بوسعينا تخيل أنه الشعب اليمني الآن في هذه اللحظة بيقول ليأتي من يأتي ويخلصنا من الحوثي. يعني لو جاءت سلطة فاسدة وسيئة هي يعني بأي شكل من الأشكال هي أفضل من الحوثي. نعم. بينما كانت الحركة السياسية تمضي أو العملية السياسية تمضي باتجاه خلق نموذج أفضل من كل النماذج التي كانت سابقة. هنا فقد اليمنيون النموذج الذي كانوا يبحثون عنه لإدارة حياتهم اليومية وإدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذه خسارة مهمة. يعني شيء آخر، ربما خسارة أو فقدان الأمل، فقدان الأمل بأن يحصل اليمنيين على حياة أفضل، فقدان الأمل خلال 4 سنوات ما بعد خلال الحرب هذه منذ 21 سبتمبر إلى الآن. فقد اليمنيون الأمل بأن تنتهي الحرب على الأقل خلال 4 سنوات نتيجة لما حصل من اختلالات في أداءات أطراف الحرب، أقصد الأطراف الشرعية. فقد اليمنيون هذا الأمل. هذه خسارة أيضا مهمة يعني على مستوى النفسية، على مستوى كيف يشعر اليمني الآن. اليمني الآن في أسوأ حال أعتقد بعد 4 سنوات. نعم. إذن أعود إليك دكتور محمد. دكتور محمد، يعني على صعيد أيضا الوضع الإقليمي لليمن، ربما يعني مكانة اليمن لم تكن بتلك القوة، كان يتخللها الإرهاب ويتخللها الكثير من الإشكالات، ولكن بعد ما حدث برأيك ما الخسارات التي أضيفت لموقع اليمن الإقليمي والدولي؟ طبعا يعني خسرنا النسيج، خسرنا التوائم المذهبي. يعني نحن في اليمن لم نكن على هذه الحال من الاستقطاب الطائفي في أي فترة من فتراتنا على ما أعتقد. يعني أنا يمني وأنت يمنية والأخ كمال يمني، نصلي في مسجد واحد، لدينا الذي يضم والذي يسربل في الصف ذاته، لا يهم من تقدم للإمامة. اليوم جاء هذا الخطاب الطائفي الحاد ليفرز المجتمع إلى يعني ليس إلى زيود وشوافع كما نحن متناغمين، ولكن إلى مقاومين، إلى منتمين لمعسكر مقاومة وممانعة ومعسكر الأمة ومعسكر الدين ومعسكر النبي ومعسكر الآل ومعسكر الله، وآخرون معسكر المرتزقة، معسكر التخاذل، الانبطاح، الارتزاق، المعسكر الأمريكي، المعسكر السعودي، المعسكر إلى ما إلى ذلك من المصطلحات. هذه خسارة. الخسارة الأخرى أننا أيضا فقدنا سمعة اليمن. لليمن في البلاد العربية سمعة طيبة، وأينما ذهب اليمني يجد العرب يحفونه بكثير من الكرم والمحبة، وكثير من العرب حتى هنا في بريطانيا نلقاهم يقولون باعتزاز نحن أصولنا من اليمن. الآن نلقى الكثير من العرب يقولون كنا نحدث أن الإيمان يمان والحكمة يمانية، أين ذهبت الحكمة اليمانية؟ هذه بسبب الحرب فقدنا هذه السمعة. أيضا فقدنا السمعة السياحية، فقدنا الدعاية الطيبة التي كانت عن الشعب اليمني المسالم المثابر الصبور المنتج المبدع، انعكست الآن على الشاشة صور الدمار والحرب والنزيف والدماء والأشلاء والأطفال المجوعين والقتلى والخطاب الطائفي الحاد. كل هذه من الخسارات المعنوية التي خسرناها، دون أن نتحدث طبعا بالأرقام عن الخسارات المادية.
التي تحتاج إلى عقود من الزمن من أجل إعادة الإعمار. نحن خسرنا الشيء الكثير. نحن للأسف الشديد هذه الجماعة لا تعرف حجم الكارثة، وهذه مشكلة أنها لا تعرف حجم الهول والكارثة الذي أحدثتها أو التي أحدثتها اليمنيين، وما تزال تمضي وما تزال تعتقد طبعاً الذين يؤدلجونها بذكاء وبخبث ما يزالون يروجون بأنها جماعة منتصرة وبأنها ستقود البلاد وبأنها لن تهزم وبأنها هي الخيار الأفضل وبأنها هي التي رفعت الوصاية السعودية والوصاية الأمريكية الأجنبية عن اليمنيين. كنت بالأمس مع أحدهم يقول بأن الطيران الإسرائيلي مشارك بكثافة في العدوان على اليمن. تصوري أختي الكريمة والمشاهد والأخ كمال، يعني إلى أي حد استخف الناس بعقول اليمنيين. تصوري أن يقولوا الموت لأمريكا ولا يبالون إذا كان الناس لا يصدقونهم، لا يبالون إذا كان الناس يقولون أنتم تقتلون اليمنيين، أنتم تقتلون المسلمين، أنتم تقتلون إخوانكم، لا الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. يعني هناك نوع من الجنون، هناك نوع من الفانتازيا السياسية إنجاز التعبير التي لا يمكن أن تنطبق على الواقع، لا يمكن أن تنزل، لا يمكن أن تهضم. هذا الخطاب من مفرزات هذه المرحلة وهي يعكس خسارتنا. لكن أنا في تصوري أن الحوثي لم ينتصر، نحن ننهزم لأننا فشلنا في إقامة الدولة، نحن ننهزم لأننا فشلنا في إدارة الحرب، نحن ننهزم لأننا للأسف الشديد، وأنا لا أقصد الشرعية ومؤسسة الشرعية، هذه المؤسسة فشلت في أن تقيم إدارة الدولة، فشلت في أن تقيم إدارة الدولة في المناطق المحررة، فشلت في أن تكون نموذجاً في عدن أو في غيرها من المناطق. هذا الفشل هو ما يسمى بالانتصار الحوثي، وإلا فإن الحوثي لم ينتصر. الانتصار الحوثي مجازاً هو هزيمة الشرعية لأنها لم تستطع أن تقيم الدولة. أما أن يقول الحوثي بأنه انتصر فهذا لا يعني شيئاً، هذا كلام فارغ. الذين هزموهم الشرعيون الذين لم يستطيعوا أن يستغلوا كل هذه الإمكانيات من أجل إقامة الدولة. الحوثي إذا قامت الدولة سينهار. لماذا يصر الحوثي على السلاح؟ لماذا يتمسك بالحرب؟ لأن السلام ولأن الذهاب إلى الانتخابات هي خسارته الكبرى، هو لا يستطيع أن يفوز بالانتخابات. وهو يعلم يعني نعرف. صحيح. إذن نعرف أنهم في في عفوا نقطة أخيرة، أنهم فضل. في في يعني في الانتخابات الماضية أي في 2004 أظن أو 1994 1993 كان لديهم نائبان فقط لدى هذا التوجه بشكل عام تحت إطار حزب الحق. هذا التوجه كان لديهم من ضمن 303 نواب نائبان فقط، وبالتالي هم يعرفون بأنهم لو شكلوا حزبا سياسيا وأتوا إلى الحكومة عن طريق السياسة فإنهم سيفشلون، ولذلك الوصول للسلطة بالنسبة لهم هو عن طريق السلاح وعن طريق الدعاية الدينية التي تحصر الإمامة في البطنين، والبطنان يعني عبد الملك الحوثي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من لندن. عودة إليك أستاذ كمال. أستاذ كمال، يعني والدكتور يعدد الكثير من الخسارات على مستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي، يعني أيضا إغلاق الدول أمام الجواز اليمني أو أمام المواطن اليمني، إلى أي حد تحكمت به الحرب؟ طبعا كانت سمعة الجواز اليمني قد تدهورت من قبل فيما يتعلق بموجة الإرهاب، لكن ما أضافته نكبة الحوثي أنها جعلت آفاق العالم تنغلق تماما أمام اليمنيين. مارست السلطات الحوثية في صنعاء سياسة لا يمكن نسميها، ممكن يعني إهدار سمعة البلد بهذه الطريقة من خلال صرف جوازات. يقال يعني من ضمن ما يقال أن هذه أنها قامت ميليشيا الحوثي بصرف أو بعمل جوازات لعناصر إرهابية من الحركات الموالية لها مثل حركات حزب الله في لبنان وأيضا من الحرس الثوري في إيران. هذه الأعمال التي قامت بها ميليشيا الحوثي جعلت العالم كله يعتقد أنه مهدد من قبل هذه الحركة، وأن اليمن مصدر تهديد بسبب ما تقوم به ميليشيا الحوثي، وهذا جعل العالم ينغلق أمام اليمنيين. ورأينا كيف تأثرت حياة اليمنيين بشكل مأساوي. آلاف اليمنيين في الخارج يعني
علقت حياتهم، لا هم قادرين على الإقامة في هذه البلدان، ليست لديهم إقامة دائمة في هذه البلدان، ولا يقدرون على العودة إلى بلادهم. كل هذه ما بسبب ما تمارسه ميليشيا الحوثي. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ كمال أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ مطهر البوذيجي، المدير التنفيذي لتحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان من جنيف، عفوا، عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ مطهر. عبر سكايب. نعم، أهلا بك أستاذ مطهر. أهلا بك وضيوفك أستاذ المشاركين. نعم، يبدو أن الصوت يتأخر قليلا أستاذ مطهر. وفي سياق حديثنا عن خسارة اليمنيين منذ الانقلاب والاجتياح، حدثنا عن الخسارة في مجال أو في سجل حقوق الإنسان أستاذ مطهر. شكرا جزيلا، ودعيني في البداية أقول أن الحرب العبثية التي أطلق أو التي جنتها ميليشيا الحوثي صالح ومن ثم ميليشيا الحوثي منفردة 21 سبتمبر 2014 وحتى هذه اللحظة يعني كانت هي الموجة الأعنف أو الدموية على مستوى التاريخ اليمني. نستطيع أن نقول أن حركة أو حالة حقوق الإنسان أو كرامة الإنسان اليمني هدف انتهاك جسيمة وممنة جراء هذه الحرب، أو أضرت كثيرا بحياة اليمنيين. وإذا ما استعرضنا الأرقام كثيرة وعددنا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا، نقول أن الميليشيا قتلت قرابة 10 إنسان مدني في عموم المحافظات التي سيطرت عليها أو شنت الحروب من خلالها. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، سجلنا العديد من الانتهاكات والخروقات الكبيرة في مجال تجنيد الأطفال والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وإعدام غير مشروع الإصابات والقتلى نعم، للأسف أستاذ مطهر لا أستطيع سماعك بشكل جيد بسبب رداءة الصوت من المصدر. سنعود إليك أستاذ كمال. يعني هناك من أسهم أيضا بالخسارة بشكل مباشر، ونقصد هنا بالنخب التي روجت لحركة الحوثيين التي القادمة من صعدة وسمتها بأنها قوة صاعدة أو قوة فتية. يعني هل كان الأمر ممنهج أم مجرد نكاية كما حدث في اعتراف أحدهم؟ هو تقريبا له عدة مسببات، من ضمنها النكاية، ومن ضمنها أنه هناك عناصر من هذه النخبة كانت بالفعل مندمجة مع هذا المشروع. ما أؤمن به أن الأكثرية كان عبارة عن سذاجة وغباء. هناك حالة شعاراتية رزحت تحتها الحركة أو النخبة الثقافية والسياسية في البلد، لا زالت تشتر شعارات من خارج سياق اللحظة، وبالتالي أي حركة ممكن أن ترفع شعار موازي أو قريب من هذه الشعارات التي تدغدغ بها مشاعر النخبة ممكن أن تنجر وراءها النخبة. هل يعقل يعني أن تكون النخبة التي يعني نتحدث كونها النخبة أن تكون بهذا السذاجة؟ يعني هو كثير من البسطاء يعني وضحت اللعبة بالنسبة لهم، وضحت الشعارات الكاذبة، وعلموا يعني منذ دماج يعني بمقصد هذه الجماعة. هو يعني ممكن هذا جزء يعني من ما أود قوله أو مما هو في الواقع. يعني كان هناك حالة يعني اغترار أو حالة عدم تصديق لما تبثه أو لما يقول الوقائع. كان هناك يعني ارتهان للشعارات، هذه واحدة. أما الثانية فهي فكرة أو يعني ما حدث كان عبارة عن نكاية في الطرف السياسي ما أو عدة أطراف سياسية تسمى دائما بين قوسين القوى التقليدية. كانت هذه النخبة يعني ترى أن هذه القوى أو لدي هذه النخبة بحكم أنها تنتمي لتيارات سياسية غير إسلامية، يعني النخبة دائما أو
على معظم مراحل التاريخ اليمني إلى اللحظة الراهنة تشكلت من أطراف سياسية ومن قوى سياسية ليست إسلامية، وفي هذه اللحظة كان التيار الإسلامي هو التيار الأقوى، فكان هناك خلافة بين النخبة السياسية والاقتصادية والثقافية وما بين التيار الإسلامي. هذا الخلاف يعني تم استجراره أو تم رفعه إلى مرتبة أعلى من مجرد خلاف سياسي إلى خلاف حول يعني أو أودى بنا إلى خلاف حول مسألة الدولة وما إلى ذلك، يعني انتقلت مسألة الصراع إلى شكل أعلى. تم يعني دعم حركة أو ميليشيا الحوثي بشكل يعني هو أولا في البداية لا يمكن أن نقول أنهم هم من أنه هذه النخبة هي من أسقطت صنعاء، لكن بشكل أو بآخر عملت على تغطية حركة الحوثي وحركة الميليشيا، بينما كانت الميليشيا على تخوم عمران كان بعضهم يهللون بأن هذه ستكون الجولة الأخيرة في صراعنا مع القوى مع 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 القوى التقليدية أو مع مراكز النفوذ، وهذه فكرة سطحية ساذجة لا يعني بشكل بسيط يمكن القول أن الحرب التي هي أكثر من ينتج مراكز القوى أو القوى التقليدية تعزز مواقعها خلال الحرب، لكن هذه النخبة مضت وراء أوهامها ومضت وراء شعاراتها التي لم يعد من مبرر لها في هذه اللحظة. بعد يعني أقصد ما بعد لحظة 11 فبراير كان الجميع في إطار عملية سياسية، وكان هناك الحد الأدنى من التوافق، وكان هناك شعارات أكبر من الشعارات التي رفعتها ميليشيا الحوثي أو أفضل من الشعارات التي رفعتها ميليشيا الحوثي، لكن حالة الصراع الأيديولوجي التي لا زالت تسكن العقليات السياسية والنخبة الثقافية اليمنية لم تستطع تفهم اللحظة ولم تستطع النظر إلى ما هو أبعد. يعني هنا في حاجة غريبة، يعني المثقف دائما هو من ينظر إلى 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 ما سيأتي، من يحذر مما سيأتي يعني بشكل أو بآخر، بينما الرجل يعني الشارع العام ينساق وراء اللحظة لا يفكر سوى باللحظة. مثلا جماعة الحوثي جاءت قالت للشعب اليمني سنسقط الجرعة، التف حولها جماهير، لكن المثقف أو النخبة السياسية والثقافية هي من تقول للعامة أنه هذا شعار مرحلي، أما الشعار التالي فهو إحكام السيطرة على البلد وفرض يعني سلطة سياسية وسلطة قمعية، هذه الحركة مسلحة، هذه جماعة عنف وليست حركة سياسية، هذه جماعة طائفية وليست حركة سياسية أيضا. لكن المثير للاستغراب أنه يعني بعض النخبة أو فصائل من النخبة أنجرت لتصبح هي المروج لهذه الشعارات، وهذا شيء يعني يمثل سابقة، ربما لا. هناك ضعف تكوين في النخبة الثقافية اليمنية تقريبا. إذن عاد إلينا الأستاذ مطهر. أستاذ مطهر، كنت تحدثنا عن أرقام ربما تم خسارتها في هذه الحرب، لكن لم نكن نستمع إليك جيدا، تفضل بالحديث. شكرا مرة أخرى. دعيني أقول أن الحرب التي شنتها الميليشيا منذ 21 سبتمبر وحتى اللحظة هي كانت المرحلة أو الفترة الأكثر عنفاً في تاريخ اليمن، وكانت الأكثر بدموية وبشاعة وبسامة على مستوى الإضرار بحقوق الإنسان والحط من كرامة الإنسان اليمني، وأصبح القتل والدم هي الصفة السائدة داخل في اليمن جراء هذه الانتهاكات الجسيمة والمنهجة التي ارتكبتها الميليشيا على مدى 4 سنوات، بالإضافة إلى أطراف النزاع الأخرى. ودعيني أقول باختصار شديد أن الأرقام المفجعة أو الإحصائيات التي تأتينا والتي تم رفضها وتوثيقها لمدة 4 سنوات الماضية فعلا أرقام مهولة، يعني تتحمل الميليشيا باعتبارها الفاعل الأبرز لهذه الانتهاكات قرابة 80% من إجمالي الانتهاكات التي حصلت خلال الفترة السابقة ل4 سنوات، من 21 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر 2018. يعني على مدى 4 سنوات سقط قرابة أو سقط بالضبط 10,188 تتحمل مسؤولية قتلهم بالقنص المباشر والقصف وزراعة الألغام والتعذيب والإعدام إلى آخر هذه الانتهاكات الممنهجة، تتحمل مسؤوليتهم الميليشيا باعتبارها الأبرز أو الفاعل الأبرز للانتهاكات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، على مدى الفترة السابقة شهدت اليمن في المدن التي
تحت سيطرة الميليشيا وداخل الأحياء السكنية أعمال أو انتهاكات جسيمة بموجب القانون الدولي أو قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد قانون حقوق الإنسان. يعني نستطيع أن نفندها، يعني مثلا جرح 21 مدني، 21 ألف مدني من إجمالي 31 مصاب في الأربع السنوات تتحمل مسؤوليتهم ميليشيا الحوثي. بحسب تقديراتنا نحن في المجتمع المدني، وأنا تتوافق معنا بعض المنظمات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ثلث قوام الميليشيا أو قوام جيش الميليشيا من الأطفال المجندين، وهذا انتهاك خطير جدا في حق الطفولة ومستقبل الطفولة في اليمن. تم رصد أو رصد مقتل 2705 يعني طفل في خلال الفترة الماضية في صفوف الميليشيا، هذا ما تم التوصل له أو الوصول له بموجب جثث الأطفال التي تم التعرف عليها وشهادة الوفاة وشهادة الأقارب، إلى إجمالي هذه المنظومة التي يعمل راصدون على استيفاء وتحرير البيانات الخاصة بهذه الفئة. دعيني أقول لك في مجال الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري الذي طال فئات وشرائح كبيرة من المجتمع المدني من سياسيين والتربويين والنشطاء الحقوقيين حتى العمال وحتى النساء، يعني هذه المنظومة التقديرات الخاصة بنا خلال الأربع سنوات قرابة 18 ألف. هذه الأعداد الكبيرة تخضع للزيادة والنقصان من فترة إلى أخرى بحسب الموجة أو بحسب الانتهاكات الخاصة التي جعلت من مشرفي وأمراء الميليشيا يقتاتون أو يعتشون عليها، وتعتبر مصدر دخل لهذه الفئة من المنتهكين أو من المشرفين الحوثيين. نعم، يعني في ظل كل هذه الأرقام التي تحدثت عنها أيضا وحجم الانتهاكات، اسمح لنا أن يعني نشرك في حديثنا الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. أنت يعني شكرا جزيلا لك لوجودك معنا مظاهر البوذيجي عبر سكايب، المدير التنفيذي لتحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا من جنيف. وينضم معنا السيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور، وأسعد الله مساءكم ومساء جميع السادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ نبيل. أربع سنوات من الانتهاكات التي طالت اليمنيين بكل الأوجه، قتلا يعني حجزا، إخفاء قسري، تجويع، كثير من الانتهاكات بشتى الصور، كونكم حكومة يعني ما الذي قدمتم لكل يبدو أن الاتصال سقط، نحاول معودة الاتصال بك أستاذ نبيل. إذن عودة إليك كمال، يعني كل هذه الخسارات التي نتحدث عنها، هل تعتقد أو يعني وفق تقديرك هل بالإمكان يعني أن نتحدث عن فترة نستطيع من خلالها تلافي كل تلك الخسارات، أم أن هناك خسارات ستظل يعني سنوات مديدة مع اليمنيين؟ هناك خسارات ممكن إعادة يعني معالجتها بشكل سريع، لكن معظم ما حدث كان خسارات قاسية، خسارات كبيرة. يعني مثلا عندك تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني، هذه خسارة ستبقى إلى عشرات السنين قائمة ولا يمكن أن تندمر بشكل سريع. مثلا تخيلي في 2014 كان هناك احتقان في الشارع الجنوبي بناء على نتيجة حرب 94، كانت حرب 94 ونتائجها كانت تصور أن هناك استباحة للجنوب، ما حصل. في 2014 كان عبارة عن حرب أخرى، لا زالت تصور حتى الآن على أنها حرب شمالية على الجنوب، رغم كل الحرب التي تجري الآن في الساحة الشمالية، لكنها لحد الآن لدى الجنوبيين تسمى حرب شمالية على الجنوب. هذه يعني بينما كان بإمكان ثورة فبراير أن تنتج حل، أو كانت على وشك إنتاج حل لما يسمى القضية الجنوبية، وهي في إطار القضية اليمنية. ما الذي حدث الآن؟ لدينا عبارة عن يعني ما أنتجه سبتمبر 2014 عبارة عن كارثة على مستوى النسيج الوطني. هناك تفكك هناك في الهوية اليمنية،
هناك نرى الآن أعود إلى ما يسمى مثلا الجنوب العربي، لم تعود هناك حتى الجنوب اليمني، هناك ظهرت فكرة الزيود والشوافع، لم يكن أحد ينتبه لمثل هذا الشيء، كان الجميع عايشين يمنيين، لن نتساءل، لم يكن يعرف أحد أنه زيدي أو شافعي أو شيء. عدنا الآن إلى التقسيمات، من هنا تبدأ زيدية، من هنا تنتهي الشافعية. كل هذه النتائج التي ظهرت ستبقى يعني الفترة الطويلة كعبارة عن كمؤشرات لانقسام اجتماعي حاد، هاشميين يمنيين، هذه الحاجات كلها لن يستطيع الزمن تجاوزها في فترة قياسية. سنحتاج لبناء وطني على أسس جديد، التعليم، لبناء خطاب سياسي جديد، لخطاب إعلامي جديد، خطاب تعليمي جديد، كل هذه الحاجات سنحتاج لها لمعالجة هذه الانقسامات على مدى سنوات قادمة. هذا بعيدا عن الخسائر المباشرة التي من سيعيد من فقد اليمنيون، من سيعيد الأم فقدت ابنها بقذيفة، من سيعيد هذه كلها طرف أشياء من أطراف التي بترت نعم. الإعاقات التي نعم. هل من أفق لحل مستقبلي وفق تقديرك؟ يعني ربما كان الرهان على المقاومة كبيرا والجيش الوطني، ولكن في ظل التضييق الذي يصيبهما من قبل التحالف وعدم دعمهما بالدعم الجاد والحقيقي، فعلى من يمكن أن نراهن؟ ربما وصلت الحالة والحالة العسكرية والسياسية إلى حالة انسداد تام تقريبا، وهذا بفعل فاعل كما هو معروف منذ 2016 تقريبا، لم نعد نسمع معارك ذات أهمية كان كما بعد أن وصل الجيش الوطني إلى نهم. ما يحصل الآن حتى في الحديدة هو تقدم يعني يحسب، وما نقص من متر من سلطة الميليشيا هو إنجاز بشكل أو بآخر. لكن باعتقادي سيعرف الجميع، سيلجأ الجميع إلى 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 الإيمان بأنه ما من حل آخر مع ميليشيا لا تؤمن بالسياسة ولا تؤمن بالتصالح ولا تؤمن بأن تكون شيء، يعني أن تكون ضمن مجموعة سياسية، ضمن مجموعة سياسية يمنية، سيصل الجميع إلى معرفة أنه ما من حل غير الحل العسكري. وأعتقد أنه ممكن أن يعاد يعني بناء القوى العسكرية، يعني لم ينتج شيء لحد الآن، بس أنا أقصد أنه بعد أن تفشل كل الخيارات الأخرى من يدري، يعني ربما يحدث هناك شيء ما. أنا أعول على ما يسمى يعني الجيش الوطني، ربما يحدث شيء خارج إطار التحالف. نعم، خاصة أن اليمن بلاد المفاجآت. يعني بلاد المفاجآت، لا أعتقد أنه ممكن أن يأتي شيء من التحالف بعد أن وصل إلى مرحلة التفكير بشكل حصري بأطماعه. ربما يعني لدينا آلاف الجنود، لدينا آلاف المقاومين اليمنيين، أنا أعول عليهم، لا أعول على شيء آخر. أما فكرة التصالح مع جماعة لا تقبل التصالح والتسامح مع اليمنيين، ولا تقبل أن تكون ضمن مجموعة فاعلين سياسيين يمنيين، أن لم يقبل عناصر أن يكونوا يمنيين، فكيف سيكونون ضمن مجموعة سياسية يعني تمارس عملية سياسية يمنية؟ هذا شيء لا يبدو منطقيا، أنا أعتقد كذا. إذن الصحفي كمال حيدر، شكرا جزيلا لك، كنتم معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.